ومكملين مع حضراتكم سلسلة أخبارنا، وخصوصا أن الخبر اللي جاي بيتعلق بأسطورة كروية أحد أيقونات كرة القدم العالمية. طيب، من كام يوم زي ما كنا بنتابع مع حضراتكم وعرضنا الخبر ده هنا، وأكيد ده خبر أحزن الملايين، وفاة مارادونا كان عن عمر ناهز هنا 60 عام، كانت نتيجة أزمة قلبية أو ده اللي اتقال وقتها خلال فترة العلاج والنقاهة بعد ما أجريت لي عملية جراحية لإزالة بقى تجلط في الدماغ في ده كان تحديدا 3 نوفمبر الماضي. وفاة مارادونا ما عدتش كده عادي، لا، كانت مسار لكلام كتير جدا. ناس كتير كانت بتتساءل هل هو قتل خطأ نتيجة العلاج أو الوفاة كانت طبيعية. يعني خليني أقول لحضراتكم كلام كتير كان في مجمله بقى إن قامت الشرطة بتحقيقات وفتشت كمان منزل هنا طبيب مارادونا الخاص، وكانت بتحاول إن هي تجمع إفادات من أقارب مارادونا وفقا لتصريحات مكتب التحقيقات واللي بيحقق في الوفاة والأدوية كمان اللي كان بيتعاطاها. في كل الأحوال إحنا أكيد هنتابع مع حضراتكم الملف ده، وعشان نعرف يعني هناك السلطات توصلت لإيه، لأن زي ما بقول لحضراتكم عشاق مارادونا في كل مكان مش قابلين إن الموضوع لو فيه يعني شبهة أو شبهة جناية إن هو يعدي كده. فأعتقد الملف ده طالما اتفتح هيكون فيه إجابات أو حقيقة هتظهر يعني في الأسابيع أو في الأيام القادمة، وإحنا هنتابع أكيد مع حضراتكم في 10 الصبح في الأهلي، لأن الموضوع فعلا برضو أثار على السوشيال ميديا بشكل كبير وعليه علامات استفهام بصراحة، فهنتابع مع حضراتكم.